في عقارب الساعه وفي عقارب حقيقيين في الحياه. قابلتيهم كتير؟ اوه كتير. مين العقرب اللي بعد خطيبك ما تنساهوش؟ او عقربه لدغت منهم جامد؟ عقربه جامده جدا يعني. عملتلك ايه؟ احكي لنا. عملت لي اذتني كتير من 10 سنين. شغلك ولا شغلي؟ شغلي وحياتي انا شخصيا. كانت صاحبتك؟ مش صاحبتي لا، يعني هم كانوا زملاء. هم مش واحده، هم كانوا بنتين. وما بنسى لهمش الاذيه ابدا. اذوني جامد هي دول العقارب. اتخلصتي منهم ازاي ولا عرفتي ازاي؟ عرفت بعديها بشويه، مش كتير، بس انا تقدري تقولي انا ما قطع بقالي 10 سنين اكتر يعني. طب قولي لنا، قولي لنا هم سبب صور عيد ميلادك مثلا وأزياد عيد ميلادك؟ كده حاجه دي ما بحبش اتكلم فيها كتير. بس يمكن انها يعني هو من يوميها تقريبا. طب اكتشفتي ان هم ازاي؟ هم اللي كانوا ساعتها مصورينك او من تاني يوم لقيت الصورة على الصفحات عندهم، على صفحتهم هما الشخصية؟ فما استغربت جدا. ما كلمتهمش يمسحوش خالص بقى ازاي؟ لا انا مفكرتيش تعملهم قضية؟ ما انت من حقك، دي صورك انت الشخصية. مفكرتش اعمل اي حاجة خالص غير ان انا خدت جنب، لان انا كانت عندي مشاكل تانية كتير. انا كانت عندي مشاكل في النقابة. ده حق كمان كان النقيب ساعتها انه ياخد موقف. لان انا نقابية. اتوقفتي ساعتها ولا انذار؟ لا لا توقفت. دي حقيقة. لا مش كتير، لان في نجوم كتير اتدخلوا بصراحه. ونجوم كبار كمان. وفعلا انا من ساعتها تقريبا باخد بالي من كل حاجه، حتى من تصرفاتي، ومش عيب. يمكن كمان انا وقتها كنت صغيره. كمان دلوقتي يمكن انا كبرت في السن، فباخد بالي من كل حاجه. ما بقيتيش تامني للناس خالص، ما امسكش في حد.